فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص نذر ألا يدخن وألا يشتري الدخان، وفي مرة أعطى قريبا له مبلغا وقال: اشتر لي بهذا المال بطاقة شحن، واشترى هذا القريب الذي أعطي اشترى بهذا المبلغ علبة دخان. سؤاله: هل يلحق هذا الناذر شيء، مع العلم أنهم يعرفون أنه قد نذر وأنه يكره هذا الأمر؟ ما يلحق شيء، لأنه ما أمر بشراء الدخان، هذا هو اللي خان الوكالة، الوكالة أن يشتري له بطاقة شحن، فهو خان الوكالة وخالف الوكالة، فيطالبه بالمبلغ ويفسخ وكالته. نعم.